السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية. رجعت لكم اليوم فيديو جديد وبحيل وأفكار منزلية غتسهل عليكم الكثير، بالأخص فصل الشتاء في هذا البرد هذا. كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم وأنكم تستفدوا منها، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة. ما تنساونيش بلايك والبارتاج وفرجة ممتعة. غندوزو الحيل والافكار ديالنا ديال اليوم على هاد الشبكه هادي. الا عندك بحال هاد الشبكه لاله في الدار خليك معايا للاخير، غتشوفي فاش غتفيدك واستعمالاتها اكثر من رائعه. وغندوزو لاول فكره، غندوزو لاول حيله واول فكره كما كتشوفوا معايا. غندوزو للطريقه ديال النشير اللي كنعانيو منها، بالاخص النشير ديال الملابس الضيقه الصغيره، الجوارب، الليكات ديال الاطفال، يعني كاع داكشي الصغير اللي كياخذ منه وقت. ما عليكم الا تاخذوا هذه الشبكه هذه، بالاخص اللي كيكونوا عندها بحال هاد الاماكن هادو. اشنو كديروا؟ كتجيبوا الملابس ديالكم اللي كتكون صغيره وكتدخلوها، يعني ما كتحتاجوا لا مقاد لا حتى شي حاجه، فقط كتحتاجوا غير هذه الشبكه هذه. وغنقول لكم كيفاش غادي ديروا، فين غتنشروا، يعني بزاف ديال الحيل كيفاش انكم تنشروا. يعني تجيبوا الجوارب ديالكم بهذه الطريقه هذه، فكره رائعه وعمليه غتسهل عليكم الكثير وتنقص عليكم بزاف ديال التعب. غادي تملؤوا هاد الشبكه ديالكم بكاع القطع اللي عندكم صغيره بهذا الشكل هذا، يعني فين ما عندكم شي قطعه صغيره كتجيبوها وكديروا لهذا الشكل. وحتى الفاطي اللي كانوا عندكم هكا، الفاطي يعني هكا صغار، كتجيبوهم حتى هما وتديروا لهم هذا الشكل هذا. يعني فيما كانت عندكم شي حاجه صغيره الا وكديروا ليها هذا الشكل هذا. والطريقه والحيله كيفاش غنديروا لهاد الشبكه، غنعمروها كامله وغتهز لكم ما شاء الله العديد ديال القطع الصغار. يا اما كتشدوها من هذا المكان هذا، كتعلقوها في شي بالكون بهذا الشكل هذا، كتكون عندكم شي حبل هكا ولا شي بالكون ولا شي سلك وكتعلقوها، ولا شي شرجم، اولا كتحطوها غير في الشرجم حداكم هكا الا كان عندكم شي شرجم في المطبخ، اولا كتديوها للسطح وكتحطوها بهذه الطريقه هذه. هذه في الحاله ديال ان الجو عادي وكاينه الشميشه، ولا ما كاينه الشميشه نوريكم الحيله اللي كانوا كيديروا جدودنا، خليكم معايا للاخر. المهم هذه فكره عمليه كتهز لكم القطع ديال كاع القطع الصغار، ما كتمحلو ما شي حاجه. انفو كينشفوا، فاش كينشفوا يعني كتهزوهم وكتحيدوهم مباشره، كل قطعه كديروها مع اختها بهذا الشكل هذا وكتوضعوهم مباشره في هذه الشبيكه هذه. يعني طريقه عمليه وسهله، لا في الشقه لا في كل شيء، ما كتمحنوا ما حتى شي حاجه. كنتمنى هذه الحيله الاولى والاستعمال الاول ديال هذه الشبكه هذه انه ينال الاعجاب ديالكم. وغندوزو للفكره الثانيه، وغندوزو الفكره الثانيه اللي كانوا كيديروا الاجداد ديالنا قبل ما تكون عندهم لا ماكينه، قبل ما تكون عندهم يعني النشافه هكا اللي كتنشف الملابس، كيجيبوا مجمر. انا هنا درت لكم تجربه غير على مجمر صغير كما كتلاحظوا معايا، غديروا فيه غير شويه ديال الفحم يعني ماشي بزاف، وغتجيبوا الشبكه ديالكم بالاخص الا كانت كبيره، يعني من الاحسن ان الشبكه تكون كبيره، وكتجيبوا الملابس ديالكم وكديروا لي تديروا بهذا الشكل هذا. يعني الا كانت الشبكه كبيره ديال التصبين كديروا واحد المجمر يكون كبير، وكتكون هي عريضه يعني ما كتقيش، كتكون مسافه بينها وبين المجمر باش انها ما تاثرش عليها العافيه، والفحم كيكون قليل صافي. وكديروا الملابس ديالكم والفوط ديالكم اي حاجه، ومن طبيعه الحال يعني الا كانوا هكا القطع ديال جوارب صغار تحاولوا انهم يبعدوا على المجمر وكتعلقوهم بهذا الشكل هذا. يعني راه كينشفوا لكم الملابس بالطريقه ديال الاجداد ديالنا، هكا كانوا تيديروا لينا الامهات ديالنا اللي كان هكا يعني ديك السلات ديال الدوم، كانوا دوك السلات ديال الدوم الا سطوهم من الاحسن، وكديروا تحتهم مجمر بحال هكا يعني، وكتنشفوا لكم الملابس ديالكم بواحد الطريقه اللي رائعه وعمليه كذلك. بالنسبه للناس اللي كاينين هكا ما عندهمش في السطح ولا ما عندهمش فين ينشروا، اولا فاش كتكون هكا الشتا وكيحتاجوا بعض القطع ديال الجوارب اولا كيحتاجوا بعض الفوط وما كيصيبوش، كيفاش هذه حيله عمليه من زمان كنا كنديروها على الشباكي ديال الدوم. كنتمنى هذه الحيله هذه تذكروها، واللي ما عندوش انها تولي عنده بالفعل، تديروها في الليل البلاصه اللي كتكون جالسين هكا ولا في المطبخ ولا في اي مكان، يعني كتحطوها وكتبقاو مره مره تقلبوهم راهم بسرعه كينشفوا. نتمنى هاد الحيله هذه انكم تذكروها وانها تنال الاعجاب ديالكم. وغندوزو للفكره المواليه، غندوزو للحيله المواليه وهي كما شفتوا معايا دابا درنا الفحم، غادي ندوزو دابا الحيله ديال غنستعملو مجفف الشعر. بالنسبه لهاد الشبكه هذه فاش غتفيدنا، كذلك غادي نملؤوها بالملابس، يعني كاع القطع اللي حنايا باغيين ديال الملابس انهم ينشفوا لينا كنديروهم بهذا الشكل هذا، وكنديروا كذلك الملابس اللي بغينا من الفوق بهذه الطريقه هذه. يعني اي حاجه كنا بغيناها تنشف معنا كنديروا لها هذا الشكل هذا. وفي الاخير يعني من الفوق تجيبوا واحد المنديل اولا واحد الزيف اولا اي حاجه، وكتغطيو الشبكه ديالكم كامله على الملابس ديالكم
بهاد الشكل هذا، وكتجيبوا مجفف الشعر، كتجيبوا مجفف الشعر وكديروا في الشبكه من الداخل، يعني كتجفوا الملابس ديالكم بواحد الطريقه اللي هي سريعه في مره واحده، يعني ما كتشفوش قطعه بقطعه بهذا الشكل هذا. وكنجيبوا مجفف الشعر يعني وكنديروه في الشبكه هكا من الداخل بهذه الطريقه هذه، وكنبقاو يعني نشفوا الملابس ديالنا دفعه واحده، يعني كلها كتنشف لينا لا القطع الصغار ولا القطع الكبار، يعني كلهم كينشفوا كاع القطع اللي درنا في هذه الشبكه هذه. طريقه سهله وسريعه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش فين ينشفوا، او اللي كانوا محتاجين بعض الجوارب او شي حاجه ومحتاجينها بسرعه. هذه الطريقه هذه راه غتجفوا الملابس ديالكم بسرعه، كل شيء يعني كاع الملابس اللي كاينه هنا بالداخل كتنشف، ما تحتاجوش انكم تنشفوا قطعه بقطعه، كل شيء كينشف دفعه واحده. كنتمنى هذه الحيله تفيدكم وندوزو الفكره المواليه. استعمال اخر لهاد الشبكه ممكن تحطوها في الحمام وانكم توضعوا فيها يعني الملابس فاش كتبغيو انكم تدخلوا يعني هكا فاش كتبغيو تدخلوا الحمام باش انكم يعني توجدوا الملابس ديالكم، توجدوا الفوط ديال الحمام، توجدوا اي حاجه كتجيكم سهله. وكذلك ممكن تحطوها في واحد الركن ديال الحمام باش اللي يدوش يحط الملابس المتسخه وكتجيكم سهله باش انكم تديوها مباشره لاله الغسيل. كنتمنى كذلك الفكره تفيدكم. بالنسبه لاستعمال اخر لهاد الشبكه ممكن تحطوها هكا في المكان ديال المكتب او شي مكان فين تيحفظوا الاطفال، تيبقاو يرميو فيها لابوبيل ديال الوراق يعني بهذا الشكل هذا حتى تملؤوها، كتجيكم سهله باش انكم تهزوها، يعني حتى الفكره راها عمليه. وكذلك الا كان عندكم شي سخان هكا في البيت غتستغلوا غتاخذوا هاد الشبكه هذه وغتملؤوها بالملابس يعني والجوارب وكاع القطع اللي عندكم هكا، وكتحطوا وحدكم نتوما كتسخنوا نتوما كتجففوا في الملابس ديالكم، مره مره كتقلبوا الشبكه، حاولوا غير تكون مسافه بينها وبين هاد السخان هذا باش الملابس ما يتحرقوش، وكتضربوا عصفورين بحجره يعني نتوما كتسخنوا الملابس ديالكم كتنشف بطريقه رائعه وعمليه باستخدام هاد الشبكه هذه. كنتمنى بالفعل انكم تستفدوا منها. وغندوزو كيما كتشوفوا معايا على الغساله ديال الملابس، يعني هكا الا كانوا الملابس ديالكم ما تيخرجوش لكم ناشفين، كاين الناس اللي كيعانيو من هذا المشكل هذا ان الاله ديالهم ما كتنشفش لهم الملابس مزيان بالاخص في هذه الفتره هذه ديال البرد. غنعطيكم واحد الحيله باش يخرجوا الملابس ديالكم ناشفين واخا هكا ما تعسرهمش لكم مزيان، واحد الطريقه رائعه يعني فاش تساليو التصبينه ديالكم اشنو غادي ديروا. غادي تجيبوا غير الفواط يعني اي فوطات نتوما عندكم يكونوا صغارات اولا كبارات، غتجيبوا ثلاثه ولا يعني قد ما درتوا ديال الفوطات قد ما كان احسن، كتوضعوهم وسط الملابس بهذه الطريقه هذه، كتعاودوا لهم غير المرحله فقط ديال التنشاف. صدقوني طريقه رائعه وعمليه، وكاع دوك الفواط كيشربوا داك البلل يعني اللي بقى في الملابس وما كيحتاجوش لكم وقت طويل في النشر، ممكن انكم يعني في موضعتهم ينشفوا بسرعه. وكاين الحاجه كاع اللي غتهزوها من الماكينه وتلقاوها يعني نشفات، ولكن كما كنعرفوا يعني ما كاينش بحال الشمس وما كاينش بحال ان الهواء يضربهم، ولكن كاين الناس كيكونوا زربانين وحوايجهم يعني كيبقاو مده باش ينشفوا. هذه الطريقه هذه راه كتسهل عليكم وكتساعدكم ان الملابس ديالكم كيخرجوا يعني ناشفين، ما كيبقى لهم والو، يعني كتبقى لهم غير مرحله قليله وتلبسوهم. كنتمنى هاد الحيله هذه وهاد الفكره هذه انها تفيدكم. نتمنى هاد الحيل الافكار ديال اليوم اللي تقاسمت معكم على الشبكه هذه انه من الاعجاب ديالكم، وانكم تكونوا استفدتوا ولو بالقليل ولو فكره وحده انها تنال الاعجاب ديالكم. وكنشكركم بزاف بزاف على المشاهده، ما تنساونيش بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والحبايب ديالكم باش فائده تعم. والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.